لابد أن فرفور وشرشور قد عادا إلى مقالبهما القديمة. فرفور، شرشور، أين أنتما؟ تقدم مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة السورية سلسلة من الأعمال الفنية للصغار وعائلاتهم ضمن تظاهرة فرح الطفولة، وذلك على مدرج دار الأسد للثقافة في اللاذقية. هذا العمل هو بيعتمد على نمط خاص شوي له علاقة بالراوي والحكواتي، يعني في عنا نحن أخذين حكاية وعنا راوي للحكاية، هو نمط شوي صعب شوي صغيرة، بس عم نحاول نحن قدر المستطاع نبسطه للأطفال بحيث أنه هو يكون واصل بدون ما يكون فيه مباشرة، بدون ما يكون فيه عن طريق اللعب، عن طريق المعلومة اللي بتوصل بشكل مباشر دائما تكون جافة. نحن فكرتنا بسيطة، نحن بحاجة الطفل بخاصة بهذا الوضع اللي عم تمر في سوريا الحبيبة، يعني أنه بحاجة الطفل يبتسم، لأنه الأوضاع اللي عم نعيشها والظروف يعني، فبحاجة هذا الطفل يجي يروح عن نفسه شوي ويبتسم ونوصل له من خلاله الرسالة والاستفادة والمتعة يعني. فإن شاء الله نكون قدمنا اللي درنا عليه واللي اشتغلنا عليه واللي تعبنا عليه. رسالة العرض هي أول شيء حبينا نقول للأطفال أنه دائما الواحد لازم يسمع، الفكرة أنه إحنا لازم نسمع كلمة البابا والماما ونبعد عن الأشخاص الغريبة، وخاصة بهي الظروف يعني بغض النظر عن الظروف. وهي فكرة أنه لازم دائما نكون سلوكنا وتصرفاتنا سليمة مع الأشخاص، مع الغرباء، مع الأقارب، مع الكل. دوري كان هو الراوي يلي بيروي هاي الحكاية وبيفوت بتفاصيل الحكاية وأحداثها، فوت بالشخصية القط أبو جزمة اللي هي من حكايات عالمية معروفة. فحبيت أول شيء شارك الأطفال بروي الأحداث أو تقريب إلى الدخول إلى الحكاية، ومن ضمنها بدخل للحكاية عن طريق القط أبو جزمة لحتى أنقذ الدمية الخشبية من الورطات، لأنه هو دائما تصرفاته سيئة. تضمن برنامج التظاهرة سلسلة من المسرحيات المتنوعة من ضمنها مسرح العرائس، وتضمنت الفعالية أيضا مسرحيات غنائية واستعراضية وأخرى تربوية هادفة لتنمية مهارات الأطفال وبنفس الوقت للترفيه ورسم البسمة على وجوههم.